بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. من كتاب الله العزيز الحكيم يتلو على مسامع حضراتكم فضيلة الشيخ الحاج خضر أحمد مصطفى القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي وقارب المسجد سيدي شبل بالشهداء والمقيم بالكميشة تل منوفية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. استجيبوا لربكم ما لكم من ملجأ يومئذ وما إن عليك إلا البلاء فرح بها لله ملك السماوات والأرض.
يخلو ما يشاء لله ملك السماوات والأرض يخلق ما ويهب لمن يشاء الذكور
صراط الذي له ما في السماوات والأرض
ألا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلى الله إلى الله تصير والله أكبر ولله والله أكبر ولله لا وما أدراك ما ليلة القدر Yeah.
ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي من كل أمر سلام هي حتى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات
أولئك هم خير البريد جزاء جزاؤهم عند ربهم جنات رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم رضي الله صدق الله العظيم الفاتح. الفاتح لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولأمواتنا وأموات المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. من كتاب الله العزيز الحكيم تعالى على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ خضر أحمد مصطفى القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ بمسجد سيدي شبر بالشهداء والمقيم بالكميشة تل منوفية. وكان معكم بتوفيق من عند الله فراشة كهرباء المتوكل على الله إداري الحاج محمود عفيفي وأولاده المقيم بكفر سنجلفي الجديد. ايها السادة سعيكم مشكور جميعا ونطلب من الله الرحمة الفقير ولأهله الصبر والسلوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.